بتكليف من جلاله الملك المعظم شارك سعاده السيد اسامه بن احمد خلف العصفور وزير التنميه الاجتماعيه في اعمال الدوره الثامنه وثلاثين للجنه الدائمه للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمه التعاون الاسلامي كومسك المنعقده في الجمهوريه التركيه وبهذه المناسبة ألقى سعادة وزير التنمية الاجتماعية كلمة مملكة البحرين وأكد فيها أهمية موضوعات الاجتماع والتي تأتي في مقدمتها توفير المساعدة الاجتماعية الفعالة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ضوء الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا والتخفيف من حدة الفقر مستعرضا في هذا الصدد تجربة مملكة البحرين في مجال الحماية الاجتماعية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات عبر الفترة الاستثنائية التي مر بها العالم خلال انتشار الجائحه، مشيرا الى ما تم اتخاذه من تدابير عده لدعم المواطنين في فواتير الكهرباء والماء، كما استعرض الوزير المبادرات التي اطلقتها حكومه مملكه البحرين برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تتضمن سلسله من السياسات والبرامج المدروسه والموجهه الى الفئات الاقل دخلا والاكثر حاجه للدعم الحكومي، متمنيا لهذه الدوره الخروج بافضل التوصيات والقرارات الصالحه. والوصول الى اليه مثمره بشان تعزيز التعاون بين الدول المشاركه